طب دي كرة اليد، تعال بقى كرة السلة. يلا. كمان من الأخبار المفرحة معانا إن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي حقق فوز مهم جدا، ده كان على حساب نظير فريق أصحاب الجاد، ده في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين امبارح ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر. أو عايزة أقول لحضراتكم المباراة كمان امبارح اللي تابع شهدت أداء قوي جدا من جانب الفريق، ونجح إن هو يحقق فوز بنتيجة هنا كبيرة، يعني في فرق كبير بين النتيجتين 88 ل 48، ودي النتيجة بقى اللي تمكن من خلالها الفريق من مواصلة عروضه القوية في البطولة وتأهل كمان تأهله للدور النصف النهائي من البطولة اللي مش هو بس اللي بيسعى ليها، الحقيقة كلنا بنسعى معاه يعني وبنتمنى التوفيق، واحنا عندنا فريق قوي. لو هنتكلم عن السلة هنا رجال تحديدا احنا عندنا فريق قوي جدا، فاحنا واثقين فيهم. هم حققوا في الفترة اللي فاتت كمان في 2020 يعني بطولات وميداليات ورانكينجز حلوة جدا، فان شاء الله كمان 2021 يكون كلها بطولات عليهم مش بس السلة على كله بإذن الله.